كما وفانا زميل كريم كمال لمراسل إكسترا نيوز برسالة التالية من شادر توزيع اللحوم التابع لمبادرة حياة كريمة بمنطقة أوسيم في الجيزة. تستمر مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية ببيع اللحوم المخفضة في كافة محافظات الجمهورية. محافظة أحدثكم من محافظة الجيزة مركز أوسيم قرية القيرطين، حيث تنفيذ هذه المبادرة من خلال المنافذ المتحركة التابعة لمؤسسة حياة كريمة. بيع اللحوم البلدية ب310 جنيه، واللحوم المستوردة التي تصل أسعارها من 185 حتى 210 للحوم المستوردة بنوعيها الهندية والسودانية. نتحدث أيضا عن أن المنافذ الثابتة والمنافذ المتحركة التابعة لمؤسسات حياة كريمة أيضا تقوم ببيع الدواجن بأسعار تتراوح ما بين 90 جنيها حتى 112 جنيا. كل هذه الأسعار هي أقل من مثيلتها في الأسواق الخارجية، سواء في محال الجزارة أو محال الدواجن، بقيمة لا تقل عن 100 و140 جنيها للكيلو، سواء في اللحوم البلدية أو اللحوم المستوردة. فرصة جيدة لكافة المواطنين في كافة المناطق، وخاصة المناطق الأكثر احتياجا، الاستفادة من هذه المبادرة، خاصة وأن اللحوم تخضع لرقابة بيطرية شديدة، هذا بالإضافة إلى أنها تباع لكافة المواطنين بالأسعار التي تم ذكرها. الجدير بالذكر أن مؤسسات حياة كريمة تستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية والاجتماعية والصحية لكافة المواطنين الأكثر احتياجا في كافة مراكز وقرى محافظات الجمهورية. شكرا وعودة إلى الزملاء في الاستوديو.